بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 15 من سلسلة دروس قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، وذلك في الموسم الثاني من برنامج إعداد طالب علم مميز في مركزنا مركز إحياء علوم الدين. قال المصنف رحمه الله في الأصل: باب الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرو، ولا يتأخر عامله عنه، ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، أو مخرجيهم، وتلحقه علامة التأنيث، وتلحقه علامة التأنيث إن كان مؤنثا كقامة هند وطلعت الشمس، ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءكم بينة، وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضية امرأة، والمتصل في باب نعمة وبئس نحو نعمة المرأة هند، وفي الجمع نحو قالت الأعراب، إلا جمع التصحيح فكمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات، وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة وقضي الأمر وأسمع بهم وأبصر، ويمتنع في غيرهن. يعني الشيخ ذكر هنا ملخص أحكام الفاعل، وسيأتي الشرح تفصيلا. قال في الشرح: لما انقوى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ، شرعت في بابي في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النائب وباب التنازع وما يتعلق به من باب الاشتغال. طبعا بدأ بالمبتدأ والخبر، شيء طبيعي لأنها الجملة الإسمية وهي الأصل، وهي دالة على الثبات والدوام. الجملة الفعلية مرتبطة بزمن فأخرها، والزمن طارئ، الزمن طارئ بلا شك، أما الاسم هو الأصل. فبدأ بالجملة الإسمية وثنى بالجملة الفعلية. قال: اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. كل هذا التعريف حتى يكون تعريفا على الطريقة المنطقية، بحيث يكون جامعا مانعا خاليا من الحشو خاليا من الدور. وهذا خلاف التعريفات التي درستموها، خاصة إذا درستم في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، يعطونك تعريفا بسيطا فيقول لك الفاعل اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل، وهذا الحقيقة تعريف غاية في الشيوع، يدل على من قام بالفعل. طيب، قائم زيد، قائم زيد وقائم، وهو هنا ليس فاعلا، دل على من قام بالفعل. طيب، مات زيد، زيد لم يقم بالفعل، فعل الموت، إنما التبس به. ولذلك يأتون بهذه القيود، ربما كثير منكم يستغرب لماذا هذا. هذا في باب الصنعة العلمية التي يجهلها كثير من الناس الآن، ولذلك نحن قلنا منذ البداية نحن لا نعطيك معلومات هي موجودة في كل المدارس وفي كل الجامعات، إنما نعطيك منهجية أخذ العلم، وهذه مفقودة الآن إلا عند قليل من الناس. فنعطيك كيف تفكر، كيف تفهم هذه الكتب، لأن كثيرا من أهل عصرنا يقرأ هذا الكلام يقول هذا تعقيد. لماذا؟ لأنه لا يفهم لماذا أتوا بهذه الأشياء الدقيقة، حتى لا يعترض معترض،
حتى لا يعترض معترض عليك. اسم صريح أو مؤول به سيأتي هذا مفصلا، لذلك لا أتعجل، عند وقتي نتكلم عنه. أسند إليه فعل، أسند إليه فعل، تمام. هذا قيد مهم جدا، قلنا في البلاغة الجملة العربية مسند ومسند إليه. المسند هو الفعل وقد يكون اسما، المسند إليه دائما اسم دائما. ولذلك حينما ذكرنا علامات الاسم ماذا قال؟ بتا فعلت وأتت ويفعلي، قال في علامات الاسم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. إذن الإسناد الذي يسند إليه هو الاسم. إذن هنا قال أسند إليه فعل، فهذا قيد مهم جدا. قضية اسم صريح أو مؤول به ستأتي بعد قليل، وهي سهلة ليست صعبة، لكن أرجعتها لأن الشيخ سيشرحها. أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. واقعا منه مثل قام زيد، قائما به مثل مات زيد، فهذا كله سيشرح بعد قليل. مثال ذلك زيد من قولك ضرب زيد عمرو أو علم زيد، فالأول اسم، لاحظ اسم صريح هنا، أسند إليه فعل واقع منه وهو الضرب، فإن الضرب واقع من زيد. والثاني اسم أسند إليه فعل قائم به، فإن العلم قائم بزيد. كذلك الموت، كذلك الأعراض التي ليست بصنع الإنسان إنما هو هي يعني تلتبس به. وقولي أولا أو مؤول به، ها هنا لماذا قال أو مؤول به؟ يدخل فيه نحو أن تخشع في قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لاحظ هنا ألم يأني للذين آمنوا، ماذا؟ أين الفعل؟ أين الفاعل؟ ألم يأني للذين آمنوا مفعول به، ألم يأني للذين آمنوا طبعا جار ومجرور ليس مفعولا به، لكن الجار والمجرور والمفعول به يعني في معنى واحد. أصلا الجار والمجرور هما مفعول به في المعنى. لماذا؟ لأن يعني طبعا صرنا نشرح كل شيء في هذا الزمان. لماذا نقول الجار والمجرور في قوة المفعول به؟ لأن الأصل فعل وفاعل ومفعول به، لكن لما كان الفعل لازما ماذا فعلنا؟ أتينا بلام، لام حرف الجر. من أجل ماذا؟ من أجل التعدية. يعني أعطيك مثالا بسيطا، أقول أكلت التفاحة، تفاحة مفعول به. طيب إذا واحد لعب بالتفاح لا يصح أن أقول لعبت تفاح، لاحظ الفعل لازم لعب، فأنا محتاج إلى ماذا؟ إلى حرف جر ليجعله مفعولا به في المعنى، فأقول لعبت بالتفاح. فهذا المفعول به والجار والمجرور بينهما نسب، ولذلك يعني الجار والمجرور في الأصل هو مفعول به. ولذلك لاحظ إذا حذف حرف الجر، وهذا سماعي يسمونه النزع الخافض، إذا حذف حرف الجر ما الذي يحصل؟ ينتصب الاسم بعده. لماذا انتصب بعده؟ يقول منصوب بنزع الخافض. لماذا لا يقول مفعول به؟ يعني سنعيدها سيرتها الأولى، يعني سنعيدها إلى سيرتها الأولى. لماذا لا يقول مفعول به؟ إذا قال مفعول به سيقال له خطأ. لماذا؟ لأن الفعل لازم، واللازم لا يأخذ مفعولا به. طيب فعل لازم احتاج إلى حرف جر للتعدية، حذف حرف الجر ما الذي يحصل؟ يعود ينتصب، فيقال منصوب بنزع خافض. إذن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع هذا حرف مصدري مؤول به مع الفعل بعده مؤول بمفرد، يعني ألم يأني للذين آمنوا خشوع قلوبهم
إذن فإنه فاعل مع أنه ليس باسم، ولكنه في تأويل الاسم وهو الخشوع، هذا واضح. وقول الثاني أو مؤول به يدخل فيه مختلف في قوله تعالى مختلف ألوانه، فألوانه فاعل ولم يسند إليه فعل، ولكن أسند إليه مؤول بالفعل وهو مختلف، وهو هذا قلنا اسم الفاعل يأخذ فاعلا. طيب حينما تقول اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل، لم يقم بالفعل أحدنا، وهنا مختلف ألوانه هي فاعل، إذن لن تدخل في تعريفك، إذن تعريفك غير جامع، لاحظ. فقال هنا أو مؤول به يعني هذا مؤول بالفعل، لأن إذا قلت مختلف ألوانه كأني قلت يختلف ألوانه مرارا وتكرارا. في منهجيتنا تعليم النحو ماذا نقول لك؟ افهم المصطلحات. قالك فعل مضارع، ايش يعني مضارع؟ يعني مشابه. مشابه ماذا؟ مشابه الاسم، اي اسم، اسم الفاعل. فهنا مختلف ويختلف بينهما تشابه، يختلف الوانه، مختلف الوانه، لاحظ المعنى واحد. فهنا لذلك اخذ فاعلا وهو مختلف، فانه في فاعل طبعا اللي هو الوانه، فإنه في تأويل يختلف. وخرج بقوله مقدم عليه نحو زيد من قولك قام زيد قام، زيد قام أيضا على التعريف البدائي الذي كان يقال لكم اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل، أو زيد قام فعلا زيد يدل على من قام بالفعل، لكنه ليس فاعلا هنا. لماذا؟ لأنه مقدم، ولذلك الفاعل هنا ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وخرج بقوله مقدم عليه نحو زيد من قولك زيد قام، فليس بفاعل، لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه بل مؤخرا عنه، وإنما هو مبتدأ والفعل خبر، هذا واضح. وخرج بقوله بالأصالة نحو زيد من قولك قائم زيد، فإنه وإن أسند إليه شيء مؤول بالفعل وهو مقدم عليه، لكن تقديمه عليه ليس بالأصالة لأنه خبر فهو في نية التأخير، فالتقديم هنا ليس أصليا لأنه في نية التأخير. وخرج بقولي واقعا منه نحو زيد من قولك ضرب زيد، حقيقة زيد هنا مرفوع مؤخر تمام وأسند إليه، ولكن وقع عليه الضرب ولم يقع منه، والفاعل ونائب الفاعل يعني في حكم واحد من حيث العامل، يعني العاملية الفعل يعمل فيه الرفع وهكذا. فإن الفعل المسند إليه واقع عليه وليس واقعا منه ولا قائما به، وإنما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، بل كونه مسندا إليه على الوجه المذكور. ألا ترى أن عمرا لم يحدث الموت ومع ذلك يسمى فاعلا؟ نعم، إذن التبس به. وإذا عرفت الفاعل فاعلم أنه لا فاعلم أن له أحكاما، أحدها أن لا يتأخر عامله عنه، فلا يجوز في نحو قام أخواك أن تقول أخواك قام. وقد تقدم وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه، وإنما يقال أخواك قاما، فيكون أخواك مبتدأ وما بعده فعل وفاعل والجملة خبر. إذن هذا واضح. إذن أولا الفعل يتقدم، إذا تقدم الفاعل لم يعد فاعلا، صار هنا مبتدأ والجملة بعده هي الخبر. والثاني من أحكام الفاعل أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع، فلا يقال قاما أخواك ولا قاموا إخوتك ولا قمنا نسوتك، بل يقال في الجميع قام بالإفراد، كما يقال قام أخوك، هذا هو الأكثر. ومن العرب من يلحق هذه العلامات بالعامل فعلا كان، كقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أو اسما كقوله عليه الصلاة والسلام، أو مخرجية هم،
قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل: وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك. والأصل أو مخرجويا هم، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء كما ذكرنا في الصرف. والأكثر أن يقال: يتعاقب فيكم ملائكة أو مخرجي هم بتخفيف الياء، أنا يعني ليس مخرجويا. والشيخ أراد أن ينبهك على هذا، أن ينبهك على هذا. هنا في عندي جمع، جمع مذكر سالم، ولكن للإضافة حذفت النون وحاصل إدغام من حيث الصورة واحدة. أو مخرجيهم أو مخرجية هم، النطق يختلف بتخفيف الياء. هذه اللغة التي تعدد الفاعل، تعدد الفعل بتعدد الفاعل، يسمونها لغة أكلوني البراغيث. لغة عربية هي، ولكن ليست لغة الأكثر، ولكن احترموها لأن النبي عليه الصلاة والسلام نطق فيها بمثال أو مثالين هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بلهجات العرب لحكم وصالح، منها تأليف قلوب هؤلاء الناس. قد يكون بعض هؤلاء الناس ممن يتكلم بهذه اللهجة، فالنبي يخاطبهم، وهذا عليه الصلاة والسلام من بلاغته العظيمة، كان يخاطب كل قوم بلسانهم. إذن هذه لغة أكلوني البراغيث، القياس أو الصواب أن يقال أكلني البراغيث، لأن البراغيث وإن كانت جمع، الفعل جمع، الفعل ينبغي أن يكون يبقى مفردا. فهذه يتعاقبون فيكم ملائكة، طبعا على اللغة من لا يعدد الفاعل، من لا يعدد الفعل بتعدد الفاعل، وهو يعني ما عليه الكافة، كافة النحاة الآن، سيقولون يتعاقبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون، لأنه من الأفعال الخمسة: الواو فاعل، ملائكة بدل، أو حسب، المهم يعني لا يجعلها فاعلا، لا يقول فاعل ثاني خطأ، بدل من الضمير. والثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة، نحو إن قام، إن كان فعلا ماضيا. أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا، أو المتحركة إن كان وصفا، نحو فتقول قامت هندو، هذه تاء التأنيث الساكنة، وهذه لا محل لها من الإعراب. وهذه إذا كانت الفاعل أنثى تلحق الفعل. وزيد قائمة أمه، هذه تاء تأنيث متحركة، فائدة هذه، كثير من الناس تسألوا عن تاء التأنيث المتحركة لا يعرفوها، هذه تاء التأنيث المتحركة. لماذا أقول قائمة وقائمة وقائمة على حسب موقعها من الجملة؟ فإذا تاء تأنيث، لماذا؟ لأنها علامة تأنيث وهي متحركة على حسب دخول العوامل عليها، بخلاف تاء الفاعل المتحركة، تلك ضمير، قمت قمت قمتي، لكن يتحرك باعتبار الفاعل وهكذا، ليس باعتبار العوامل الداخلة عليه. إنما إذا كان الفاعل مذكرا مخاطبا يقال له قمت، أنثى قمتي، فاعل يتحدث عن نفسي أنا أقول قمت وهكذا. إذن زيد قائمة أمه. ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزا، وتارة يكون واجبا. فالجائز في أربع مسائل نحفظها، هذا جائز يعني على السعة، يعني إذا سمعت إنسانا لا تخطئه. فالجائز في أربع مسائل: أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، ونعني به ما لا فرج له. هذا يعني الأطفال ما كان يقال له هذا، يقول مثلا أنثى التي تلد، التي تلد هذه أنثى، بقرة تلد، الشجرة لا تلد، الشمس لا تلد، تمام؟ فالأنثى التي تلد هذه تأنيث حقيقي، الأنثى التي لا تلد تأنيث مجازي، الشمس تلد لا تلد، فالشمس تأنيث مجازي.
هذا يعني من باب الأدب، وهذا شيء حسن. أما في الكتب، هذه كتب للكبار ليس للصغار، فيقول ما لا فرج له. فالطفل يقال له إيش؟ التي تلد، يفهم وحده. تقول طلعت الشمس، وطلع الشمس والأول أرجح. قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة، وفي آية أخرى قد جاءكم بينة، كلاهما فصيح. والثانية أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، وهو منفصل من العامل بغير إلا، وذلك كقولك حضرت القاضية امرأة، هنا يجوز التأنيث ليس واجبا. ويجوز تقول حضر القاضية امرأة، يجوز كقولك حضرت القاضية امرأة، ويجوز حضر القاضية امرأة، والأول أفصح. والثالثة من حالة الجواز أن يكون العامل نعمة وبئس، نحو نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند، يجوز الوجهان. هذا كله على سبيل الجواز. الرابع أن يكون الفاعل جمعا، نحو جاء الزيود وجاءت الزيود، ويقول إيش؟ إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. فالجمع فيه معنى التأنيث، الجمع فيه معنى التأنيث، لذلك يقول جاء الزيود وجاء، التأنيث هذا مجازي ليس حقيقي، وجاءت الزيود وجاءت الهنود وجاء الهنود. فمن أنث فعلى معنى الجماعة، ومن ذكر فعلى معنى الجمع. إذن على معنى الجماعة، والجماعة مؤنث، ولذلك حتى في القبائل، في القبائل جميعا، إذا أردت الجد، إذا أردت الجد ذكر، إذا أردت القبيلة أنث، لأن قبيلة أنثى. وهذا ينبني عليه شيء، ينبني عليه شيء سنأخذه في باب الممنوع من الصرف، في وقت سنأخذه. فهنا إذا أردت الجمع، الجمع ذكر، إذا أردت الجماعة، الجماعة أنثى. فمن أنث فعلى معنى الجماعة، ومن ذكر فعلى معنى الجمع. ويستثنى من ذلك جمع التصحيح، فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، فتقول جاءت الهندات بالتاء لا غير. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، وهذا أولا جمع إناث، كما تفعل في جاءت هند. وقام الزيدون بترك التاء لا غير، كما تقول في كما تفعل في قام زيد، لأن هذا جمع مذكر أصلا سأل، لا يكون للإناث أصلا. قال والواجب فيما عدا ذلك، الآن التأنيث الواجب، وهذا الذي يجب أن ننتبه إليه. أما الجائز حتى لا تخطئ من يقول به، أما الواجب فعليك أن تلتزم به، وهو مسألة إحداهما المؤنث الحقيقي الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئسة، نحو إذ قالت امرأة عمران، فلا يصح أن تقول قال امرأة عمران، لأن هذا يعود إلى أنثى حقيقية، وهي الأنثى التي تلد. إذ قالت امرأة عمران. الثانية أن يكون ضميرا متصلا، كقولك الشمس طلعت، فلا تقول الشمس طلعة. إذن التأنيث واجب في حالتين، مع المؤنث الحقيقي وهو الأنثى التي تلد، يعني من شأنها أن تلد، قد لا تكون تلد، قد تكون طفلة، يعني من شأنها أن تلد. والثانية أن يكون ضميرا متصلا، كقولك الشمس طلعت. وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان، ويترجح التأنيث كما في قولك حضر القاضي امرأة، ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في النثر، لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة. الآن يبرهن لك ويعلل، الذي بعد إلا هل هو الفاعل أم هو بدل من فاعل مقدر؟ يقول الحقيقة هذا ليس فاعلا، إنما هو بدل من فاعل مقدر، وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا، وذلك المقدر هو المستثنى منه، وهو مذكر. فلذلك ذكر العامل، والتقدير ما قام أحد إلا هند، وأحد لاحظ مذكر. وهذا أحد المواطن الأربعة التي يطرد فيها حذف الفاعل، والثاني فاعل المصدر، كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما ذا مقربة، وتقديره إطعامه يتيما، هنا حذف الفاعل اضطرادا،
دواما يعني أبدا. فاعل المصدر، فاعل المصدر هنا كقوله تعالى أو إطعام، إطعام هذا مصدر. يتيما مفعول به للمصدر، أين الفاعل؟ ها تقديره إطعامه يتيما. والثالث في باب النيابة نحو وقضي الأمر، أصله والله أعلم وقضى الله الأمر. والرابع فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله. إذن فأسم كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أي وأبصر بهم، هذا يسمونه في باب البلاغة الاكتفاء. احفظوا المصطلح، حينما يأتي جملتان واحدة معطوفة على الثانية وواحدة ذكر فيها المتعلق، الثاني لم يذكر لأنه قد فهم، فهنا مثل أسمع بهم وأبصر، أبصر وأبصر بهم يعني يسمونه في باب البلاغة الاكتفاء. مثل إيش؟ سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم، الحر طب والبرد من باب أولى، فيسمى في باب البلاغة الاكتفاء. إذن أي وأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني لدلالة الأول عليه، وهو في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور. الشيخ ما يقول هنا اكتفاء لأن اكتفاء مصطلح بلاغي، أما هنا تكلم من حيث العامل والمعمول. قال في الأصل والأصل أن يليه عامله، لا والأصل أن يلي هنا، أن يلي الفاعل عامله، الفاعل مفعول به، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعني أن يلي الفاعل، أن يلي الفاعل عامله. فالفاعل هنا فاعل، أن يلي الفاعل عامله، وعامله مفعول به، والوصف والأصل أن يلي عامله. وقد يتأخر جوازا نحو ولقد جاء آل فرعون النذر، كما أتى ربه موسى على قدري، هذا جواز. قلت لكم في باب البلاغة نتحدث عن قضية في باب النحو، نتكلم عن حذف المسند وحذف المسند إليه في النحو نذكره، ولكن من حيث الجواز، من حيث الجواز يجوز أو لا يجوز، ومن حيث وجود قرينة تدل عليه حتى يتم الكلام في الصنعة الإعرابية. في باب البلاغة ينظرون إلى المرجحات، هل يستحسن الحذف أو لا يستحسن، ولذلك كل ما تدرسه في البلاغة هو استحسان أو عدم استحسان، وأحيانا يقول لا يجوز أن تذكره هنا أو يجب أن تحذفه، ويذكر السبب في هذا. إذن الأصل أن يلي الفاعل فعله، وقد يتأخر، يتأخر لماذا؟ لغرض بلاغي. ولقد جاء آل فرعون النذر، كما أتى ربه موسى على قدري، هنا جائز. ووجوب النحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وضربني زيد، الآن لماذا سيشرح في الشرح بعد قليل، وضربني زيد. وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى، بخلاف أرضعت الصغرى الكبرى. وقد يتقدم على العامل جوازا نحو فريقا هدى، ووجوبا نحو أيا ما تدعو. وإذا كان الفعل نعمة أو بئس، فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد، أو مضاف لما فيه نحو ولنعم دار المتقين، أو
ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا. الشرح سيأتي بعد قليل. قال في الشرح: الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة فحقهما أن يتصلا. تعليل: لأنهما كالكلمة الواحدة فحقهما أن يتصلا، وحق المفعول أن يأتي بعدهما لأنه فضلة. الفعل والفاعل كلاهما عمدة وهما كالكلمة الواحدة، المفعول به فضلة فالأصل أن يتأخر. قال الله تعالى: وورث سليمان داود. ورث فعل ماضي، سليمان فاعل، داود مفعول به. وقد يتأخر الفاعل عن المفعول، وذلك على قسمين: جائز وواجب. فالجائز كقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. آل فرعون، آل مفعول به، فرعون مضاف إليه، النذر فاعل مؤخر. وقول الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. هنا موسى فاعل مؤخر، ربه مفعول به مقدم. فلو قيل في الكلام: جاء النذر آل فرعون، لكان جائزا، طبعا في غير الذكر الحكيم كما قال الشيخ، لو قيل في الكلام العادي يعني. وكذلك لو قيل: كما أتى موسى ربه، وذلك لأن الضمير حينئذ يكون عائدا على متقدم لفظا ورتبة، وذلك هو الأصل في عود الضمير. الأصل أن يعود الضمير على متقدم لفظا ورتبة، وذلك هو الأصل في عود الضمير. والواجب كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وذلك لأنه لو قدم الفاعل هنا فقيل: ابتلى ربه إبراهيم، ما الذي يحصل؟ الضمير سيعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك لا يجوز. وكذلك نحو قولك: ضربني زيد. هنا لو قدمنا الفاعل فقلنا: ضرب زيد إيايا. ماذا قلنا أيام الضمائر؟ قلنا: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. فإذا أمكن الاتصال لا نعدل إلى الانفصال. فلو قلت: ضرب زيد إياي، سأجعل الضمير منفصل، وهذا خلاف الأصل. وذلك لو أنه لو قيل: ضرب زيد إياي، لزم فصل الضمير مع التمكن من اتصاله، وذلك أيضا لا يجوز. هنا الشيخ يتبنى أنه لا يجوز. ظاهر كلام ابن مالك أنه يختار عدم الجواز، يعني يبدو يشير إلى خلاف في المسألة، لكن هذا يبحث في وقته. الآن خلينا مع الشيخ ابن هشام. قال: وقد يجب أيضا تأخير المفعول في نحو ضرب موسى عيسى. لماذا؟ لأن الفاعل والمفعول به حركته مقدرة، فلو قدمنا ما هو مؤخر ما الذي يحصل؟ سنجعل الضارب مضروبا والمضروب ضاربا، خلاف الحقيقة. فإذا هنا ضرب موسى عيسى لابد أن يكون موسى والفاعل على الأصل، وعيسى هو المفعول به. لماذا؟ قال: لانتفاء الدلالة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر. فلو وجدت قرينة معنوية نحو أرضعت الصغرى الكبرى، وأكل الكمثرى موسى. هنا يوجد قرينة معنوية أن الصغرى لا ترضع الكبرى، طفلة لأنها رضيعة، فالصغرى هي ترضع، إذن الصغرى مفعول به مقدم. وأكل الكمثرى موسى، موسى فاعل مؤخر. لماذا؟ لأن الكمثرى لا تأكل موسى، إنما هو الذي يأكلها. أو لفظ قرينة معنوية، أو لفظية كقولك: ضربت موسى سلمى. هذه قرينة لفظية وهي تاء التأنيث الساكنة، ضربت موسى سلمى، إذا الفاعل هو سلمى. وضرب موسى العاقل عيسى. جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه لانتفاء اللبس في ذلك. واعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى أن يتقدم المفعول على الفاعل وحده،
كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل لئلا يتوهم أنه مبتدأ وأن الفعل متحمل لضميره وأن موسى مفعول. يعني كما أوجبنا التقديم للفاعل على المفعول به كذلك لا نجعله مقدما على فعله من باب أولى. ويجوز في مثل ضرب زيد عمرا أن يتقدم المفعول على الفعل لعدم المانع من ذلك، تقول عمرا ضرب زيد لعدم المانع من ذلك. قال الله تعالى فريقا هدى، هدى فعل والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وفريقا مفعول به مقدم. وقد يكون تقديمه واجبا كقوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأيا مفعول لتدعو مقدم عليه وجوبا لأنه شرط والشرط له صدر الكلام وتدعو مجزوم به. قلنا في أدوات لها الصدر، منها أدوات الشرط، من أدوات الاستفهام، فهذه تكون في البداية. إذن هنا أيا ما تدعو جاز لأن الشرط له الصدر. قال وإذا كان الفاعل نعم أو بئس وجب في فاعله أن يكون معرفا بالألف واللام. إذن فاعل نعم أو بئس، خذ قاعدة، فاعل نعم وبئس يعرف باللام أو بالإضافة إلى ما فيه لام. قال نحو نعم العبد، وجب في فاعله أن يكون معرفا بالألف واللام نحو نعم العبد أو مضافا لما فيه ال كقوله تعالى ولنعم دار المتقين. هنا دار وإن كان نكرة لكنه مضاف إلى معرف بألف فأجاز. فلبئس مثوى المتكبرين، أو مضمرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، بئس للظالمين بدلا. ضمير الفاعل مستتر مفسر، ما الذي فسره؟ النكرة التي جاءت بعده وهي منصوبة على التمييز، أي بئس هو، بئس البدل بدلا. وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهر أو فاعلها المضمر وتمييزه جيء بالمخصوص بالمدح أو الذم فيقال نعم الرجل زيد. انتبهوا جيدا أيها الإخوة أيها المعربون، هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. نعم أو بئس لها أحكام خاصة، هذا الذي تراه معرفا بالأل نعم الرجل زيد ها أو نعم دار المتقين معرف بالإضافة، هذا هو الفاعل، هذا هو الفاعل. طيب بالنسبة لزيد، زيد هذا مخصوص بالمدح أو بالذم حسب السياق، ونعم رجلا زيد. الله. وإعرابه مبتدأ والجملة قبله خبر، لاحظ نعمة الرجل زيد، الرجل فاعل، زيد قال مبتدأ، والجملة التي قبله خبر، يعني كان يقول زيد نعمة الرجل. والرابط بينهما العموم الذي في الألف واللام، الألف واللام فيها عموم فهي الرابط، لأن هذا فرد من أفراد الرجال، يعني من الرجال نعمة، من الرجال الرجل العام المعرف بالألف واللام كما درسنا في الأصول وفي البلاغة، المعرف بالألف واللام هذا يدل على العموم تمام. فهنا الرابط بينهما هو العموم الذي في الألف واللام. قال ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل، فلا يقال نعم زيد الرجل، ولا على التمييز خلافا للكوفيين فلا يقال نعم زيد الرجل، الأولى ممنوعة بالإجماع نعم زيد الرجل، والثانية ممنوعة عند البصريين وجائزة عند الكوفيين. قال ويجوز بالإجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل نحو زيد نعم الرجل، لأن الأصل هو هذا، ما قلناك مبتدأ مؤخر إذن يجوز أن يعود إلى مكانه.
فنقول زيد مبتدأ. ويجوز أن تحذفه إذا دل عليه دليل، قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد أيوب إنه أواب، أي هو نعم العبد هو أي أيوب. قال في الأصل: باب النائب عن الفاعل. يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر، ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني نحو تعلمه، والثالث نحو انطلقه، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي، ولك في نحو قال وفاء وباع الكسر مطلقا، ومشما ضما، والضم مخلصا. قال في الشرح: وهو مبحث النائب عن الفاعل مبحث سهل. حذف الفاعل والفعل كان مبنيا للمجهول، ماذا نفعل؟ سينوب عنه نائب، ما نائبه؟ المفعول به. طيب إجماعا يجوز أن ينوب المفعول به. طيب هل يجوز أن ينوب عنه غيره غير مفعول به؟ قضية أخرى، لكن الآن نيابة المفعول به عن الفاعل جائزة بالإجماع. فحينما أقول ضرب زيد عمرا، زيد فاعل، عمرا مفعول به، ضرب عمرو، هذا عمرو المفعول به مباشرة، ما دام غاب الفاعل صار نائبا عنه فارتفع، فنقول نائب فاعل. قال في الشرح: يجوز حذف الفاعل إما للجهل به أو لغرض لفظي أو معنوي. ما هي الأغراض؟ درسناها في البلاغة، درسناها في البلاغة، قلنا متى حذف المسند إليه، نائب الفاعل المسند إليه، قلنا للجهل به، للخوف منه، للشفقة عليه، هكذا. يعني لتعظيمه. خلق الإنسان من عجل، الله خلق، خلق الله الإنسان. كسر الزجاج، لا أدري من كسره، للجهل به. للشفقة عليه، والله المرأة تقول لزوجها كسر الزجاج، لا تقول كسر فلان الولد الزجاج لأنه سيضربه، وهكذا. فقال الشيخ: إما للجهل به أو لغرض لفظي أو معنوي. فالأول كقولك سرق المتاع، هذا لا نعلم من سرقه، وقول والثاني عفوا سرق المتاع، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم تكن تعرف من الراوي فهنا للجهل به، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يعلم السارق والراوي. والثاني كقولهم: من طابت سريرته حمدت سيرته، فإنه لو قيل حمد الناس سيرته اختلت السجعة. ما هو قلنا في البلاغة، في الجوهر المكنون، قلنا متى نحذف؟ قلنا قد نحذف المسند إليه، للفاصلة، لضرورة الشعر، للسجع، ذكرنا هذا. من طاب، لاحظ ترابط العلوم جدا، العلوم مترابطة جدا لأنها أصل في الأصل علم واحد. من طاب سريرته حمد سيرته، فإنه لو قيل حمد الناس سيرته اختلت السجعة. والثالث كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا قيل لكم تفسحوا. وكقول الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. لامية العرب هذه، وأول مرة أسمعها كنا مدعوين على الإفطار، كنت شابا صغيرا يعني، وكان هناك أحد شيوخ الشنقيط فقدموا الطعام فقال: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأجشعهم، هكذا يتكلمون الشنقيط، يتكلمون هكذا: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. هذه لامية الشنفرة، يعني مدة الأيدي.
وإن مدت الأيدي إلى الزاد. نعم، فهذا حذف الفاعل، فحذف الفاعل في ذلك كله لأنه لم يتعلق غرض بذكره. ما الفائدة أن أقول من الذي مد من الذي مد يده إلى الزاد؟ وحيث حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به وتعطيه أحكامه المذكورة، تعطيه أحكامه المذكورة له في بابه، فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضلة، وواجب التأخير بعد أن كان جائز التقديم عليه، ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا. نقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمرو، وفي ضرب زيد هندا ضربت هند. لاحظ أخذ جميع أحكام الفاعل لأنه ناب عنه. فإن لم يكن في الكلام مفعول به، ها الآن القضية الثانية، إذا وجد المفعول به النائب هو المفعول به، فقد المفعول به في أشياء أخرى تنوب. القضية الخلافية أين؟ إذا وجد المفعول به مع غيره هل يجوز أن ينوب غيره؟ هذه قضية خلافية ربما لا نأخذها الآن. الآن إذا وجد المفعول به هو النائب عنه بالإجماع. طيب غاب، فما الذي ينوب عنه؟ فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر. تقول سيرة فرسخ، وصيم رمضان، ومر بزيد، وجلس جلوس الأمير. لاحظ هنا الظرف ظرف الزمان والمكان، فرسخ ظرف مكان، رمضان ظرف زمان، الجار والمجرور مر بزيد، كل واحد من هذه نابة عن الفاعل، نابة عن الفاعل. وجلس جلوس الأمير ناب المصدر. ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط. متى يجوز؟ بشروط ثلاثة. ما هي؟ أحدها أن يكون مختصا، فلا يجوز ضرب ضرب. نحن نريد أن نبين، قال والفاء وإيش الفاعل يدل على من قام بالفعل. طيب هنا إذا قلت ضرب ضرب كلام كأنه لا معنى له، لكن لو قلت ضرب ضرب شديد، نعم، هذه التخصيص النكرة قلل شيوعها. الشيوع هذا خلاف الإفادة، خلاف الإفادة في هذا الباب. أنا أريد أن أبين من الفاعل أو النائب عن الفاعل. فإذا اختصت قال فلا يجوز ضرب ضرب، ولا صيم زمن، ولا اعتكف مكان لعدم اختصاصها. فإن قلت ضرب ضرب شديد وصيم زمن طويل واعتكف مكان حسن جاز لحصول الاختصاص بالوصف. النكرة الأصل فيها الشيوع، الوصف يخصصها. الثاني أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية، فلا يجوز سبحان الله بالضم على أن يكون نائبا مناب فاعل فعله المقدر على أن تقديره يسبح سبحان الله. فإذا هنا لابد أن يكون متصرفا، إذا كان ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية فلا يجوز، مثل سبحان الله هذه ملازمة للنصب على المصدرية. على أن يكون نائبا مناب فاعل فعله المقدر على أن تقديره يسبح سبحان الله لا يجوز. ولا يجاء إذا جاء زيد على أن إذا نائب عن الفاعل، لأنهما لا يتصرفان، إذا غير متصرف سبحان ملازم للنصب على الظرفية، فكلاهما لا يجوز أن يكون نائبا عن الفاعل. قال الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا، هاي المسألة التي قلنا فيها خلاف. فلا تقول ضرب اليوم زيدا، تجعل زيد المفعول به واليوم والذي هو الظرف تجعله نائب عن الفاعل. قال خلافا للأخفش والكوفيين، الشيخ أتى بالمسألة خلافية، فالكوفيون والأخفش أجازوا هذا، أجازوا أن يعمل أن يكون الظرف
نائب فاعل مع وجود المفعول به، وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور، والخلاف جار فيه أيضا نفس الخلاف. واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، قراءة أبي جعفر، وقراءة أبو جعفر، قراءة أبي جعفر من العشر ليس من السبع، من العشر يعني قراءة متواترة. فالكوفيون وعندهم عندهم حجة قوية وهي قراءة وقراءة متواترة، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. وبقول الشاعر: وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، ما دام معنيا بذكر قلبه. فأقيم بما، ليجزي قوما هنا جعله نائب فاعل، وبذكر ما دام معنيا بذكر قلبه، مع وجود قوما وقلبه، يعني وجد المفعول به ومع ذلك الشاعر أناب غير المفعول به، وفي الآية أيضا ناب غير المفعول به. وأجيب عن البيت بأنه ضرورة، بالنسبة للبيت الجواب جاهز، ضرورة شعرية يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. وعن القراءة بأنها الشاذة، لا والله أنتم الشواذ حينما قلتم هذا، متواتر ليس الشاذة، القراءة ليست شاذة. طبعا لا أقصد بهم أقصد الشذوذ العلمي، وهذه مشكلة النحاس، مشكلة النحاس ولا سيما البصريين رضي الله عنهم، يعني يتساهلون في رد القراءة، أنه نقل لك شاذة، وأحيانا قراءة أبي جعفر قد يقول والله هذا إيش من العشر ليس من السبع، معناه متواترة. بل رد الكوفي البصريون قراءات سبعية من أجل قواعدهم. وهنا يقول بعض العلماء، يقول يأتيهم أعرابي هكذا بوال على عقبيه، يأخذون قوله شاهدا، وتأتيهم قراءة متواترة يردونها. أنا عندي حل وسط، لا أرد القراءة وأيضا لا أرد القاعدة، وأنا مستغرب حقيقة تمام الاستغراب، مع أني قرأت كثيرا في هذا الباب، بلا شك ربما أنا مسبوق به، لكن أنا لم أجد من سبقني بهذا ومعنى على بساطته. لماذا لا يقولون هذه القراءة فصيحة صحيحة ولكنها لا يقاس عليها، تحفظ ولا يقاس عليها وينتهي الإشكال؟ فلا أقول شاذة ولا أرد القضاء قراءة، وجاء المبرد يكذب حمزة، حمزة الزيات من السبعة في قراءة والأرحامي، كذبه يقول يكذب. ذكرت هذا لبعض شيوخنا فقال لي المبرد فاسق. طبعا نحن لا نجيز هذا، غاية ما في الأمر نقول المبرد لم يبلغ تواترها، ولو بلغه لما فعل هذا. فإذا قال: وأجيب عن البيت بأنه ضرورة، وعن القراءة بأنها شاذة، ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا، أي ليجزى الغفران قوما، ليجزى الغفران قوما. وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني وذلك جائز. الله، هذا تكلف كبير جدا. جعل مفعولين ليخرج من قول الكوفيين والأخمش، يعني والأخفش، كمن قال قيله أين أذنك فقال هنا أذني. والحقيقة السادة البصريون يكثرون من هذا كثيرا، يكثرون من هذا، وأحيانا في بعض أعاريبهم تكلف ظاهر. خذ مثلا: إذا السماء انشقت، قال إذا انشقت السماء انشقت، حتى يفر من القاعدة التي هو قعدها. نعم، قال: وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا. هذا درسناه جيدا في الصرف، في الصرف درسنا هذا، متى كيف تكون صياغة الفعل الماضي
المبني المعلوم كيف يحول إلى مبني المجهول؟ قال وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا، وبكسر ما قبل آخره في الماضي، وبفتحه في المضارع. تقول ضرب ويضرب، وإذا كان مبتدأ بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء وثالثه أوله في مسألة الهمزة. تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة بضم التاء والعين، وفي انطلقت بزيد انطلق بضم الهمزة والطاء. قال الله تعالى فمن اضطر. وإذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر بضم الهمزة والطاء. وقال الهذلي سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم، فتخرموا ولكل جنب مصرع، فتخرموا. الشاهد في قوله فتخرموا يعني أصلها هواية ثم أدغم، نعم، لكن الشاهد هنا فيه فتخرموا، نعم. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط نحو قال وباع جاز لك فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف، فتقول ماذا؟ قيل بيع، فتقلب الألف ياء. الثانية اللغة الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم، تقول بيع، تنبيها على الأصل، وهي لغة فصيحة أيضا. الثالث إخلاص ضم أوله، فيجب قلب الألف واوا، فتقول قول وبوع وهي قليلة. وروي البيت، لم يذكر الشيخ، بالأوجه الثلاثة: ليت شعري وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بيع فاشتريت، ليت شبابا بيع فاشتريت، بالإشمام ليت شبابا بوع فاشتريت. باب الاشتغال والتنازع نرجئه للدرس القادم إن شاء الله تعالى. بس هكذا قبل أن ندخل في باب الاشتغال نكتة طريفة، لكن لا أريد أن أورطكم فيما يعني حصل معنا. كنا طلابا في السنة الأولى، كنا ندرس كتاب أوضح المسالك، وكان بالنسبة لنا يعني كنا نستلذ به، كتاب جميل وجيد. بعض الناس يقول هو أوعر المسالك، هم بالنسبة لهم أنا ما رأيت فيه تلك الوعورة. فقلت لهذا الطالب، جاء طالب نحن في السنة الأولى وفي طالب في السنة الثانية، قال لنا والله قلت له بكتابك خالك بأوضح المسالك صعب جدا وكذا وكذا. قلت يا أخي والله ليس صعبا، جميل جدا. قال لا، بالنسبة لكم سنة أولى هذا سهل، أما في السنة الثانية ستأخذون التنازع والاشتغال وكذا. فأرعب الحاضرين من التنازع والاشتغال، وهي مباحث سهلة ليست مباحث صعبة، لكن أخانا ما فهمها فاستصعبها. وهذا مشكلة، هذه مشكلة كثير من الطلاب السابقين يبرمج من بعده على إهمال مبحث من المباحث، فالثاني يقتنع إياك ثم إياك. قالوا لنا حينما دخلت الفرائض، قالوا لنا علم معقد وصعب جدا. فمن جملة شواهد النحو يقول لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. قلت لا، كيف يكون صعب؟ سأجعله أسهل شيء، لا أستسهل الصعب. وتفرغت له الحقيقة، يعني ذكرت هذا في تسجيل سابق، ليس حبا بالفرائض، ولكن الأستاذ كان يكرهني وأكرهه في الله، يعني كان بينا بغض متبادل في الله تعالى. هو يعتقد أني أشعري وأني صوفي هكذا توهما منه، يعني أشعري نعم، لكن صوفي يعني دعوة أدعيها أنا، يعني التصوف الشراقي لا نصل إليه. فكان يعني يتعقب إيذائي بالطريقة التي هكذا يتفنن في أذيتي، نعم. فهو يترصدني في كل حرف وفي كل كلمة، وجاء يدرس هذه المادة. فقلت أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فدرستها دراسة
وخصصت لها من الوقت ما لم أخصصه لغيرها. حتى كان الطالب إذا كان قد عجز عن مسألة من مسائل الفرائض من طلاب من زملائنا فكنت أشرحها له حتى فهمتها، وبعد ذلك يعني وجدتها من أسهل العلوم. إذن لا تسمح لطالب أن يبرمجك على أمر حتى تستصعب. الاشتغال والتنازع سنأخذه الغد، ليس فيه شيء من الصعوبة، لكن يفضل أن تدرسوا الاشتغال والتنازع حتى تأخذوا تصورا عنهما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.